اعتقلت الشرطة الأمريكية سائق شاحنة دهس حشدا من المتفرجين في مهرجان ماردي جرا بمدينة نيو أورليانز الأمريكية، ما تسبب في إصابة 28 شخصا. وقال قائد الشرطة مايك هاريسون إن المشتبه به الذي يخضع الآن للتحقيقات كان يقود الشاحنة تحت تأثير الكحول مستبعدا فرضية الهجوم الإرهابي. وذكرت الشرطة أن الشاحنة كانت تسير في شارع جانبي مفتوح أمام حركة المرور وصدمت ثلاث سيارات قبل أن تنحرف باتجاه المارة ومشاهدي المهرجان.